السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة صوت العدالة الأوفياء، مرحبا بكم معنا عبر حلقة جديدة رفقة الأستاذ عبد المجيد رئيس هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، حول موضوع الشكايات المطروحة ضد مصممة الأزياء المعروفة بسلطانة والمتهمة أو الذي يروج حولها عدة اتهامات مؤخرا بخصوص عدة شكايات مطرحة لدى المحكمة. في هذا اللقاء حاولنا اننا نجمع بعض الاسئله اللي طرحات بعض اللقاء اللي درنا مع الاستاذ عبد المجيد. صراحه الشكايات اللي وضع راه الاشاره ديالنا دارت واحد الضجه كبيره ما بين مؤيدين ومعارضين، وانتم كما تعلمون مشاهدينا الكرام فصوت العداله هي تلزم الحياد في هذا الموضوع. بدايه ننتقلوا عند الاستاذ، استاذ عبد المجيد مرحبا بك معنا على جريده صوت العداله. شكرا عبد المجيد بن حسين رئيس لهيئه الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الانسان. شكرا لك استاذ الاستقبال الدعوه المره الثانيه على صوت العداله. شرف لينا ومرحبا بكم كل اي وقت. شكرا جزيلا استاذ. استاذ بدايه الشكايه اللي كنا وضعنا في الحلقه السابقه اثرت واحد الضجه كبيره في الراي العام، ممكن تحدث لنا استاذ فين وصلتوا في ديك الشكايه؟ الشكايه دابا راه واخده واحد الاجراء دابا عند سبيتو يعني عند رجال الامن ديال مدينه سلا، يعني كاين واحد الاجراءات وكاين واحد البحث من بعد ان شاء الله نتكلموا عليه. والاجراءات اللي دارت يعني هاد السيده راه حنا وليت نقلبوا لقينا مصائب، راه دابا حنا كل نهار دايرين شكايات، حنا بقينا ولينا خدامين مع هاد السيده. الشكايه الاولى استاذ ما مآلها؟ ان شاء الله تدار فيها التحقيق هنا في الكوميساريه، لا بدا فيها التحقيق حيت العنوان ديالها هي عندها في مراكش، يعني غتكون اجراءات ان شاء الله. راك عارف تقدمت بشكايه لمراكش المحكمه ديال مراكش؟ اليوم قمنا بعده شكايات، يعني لقينا بزاف ديال الحوايج، كاين المساس بالمقدسات ديال البلاد، يعني كاين شي حوايج اللي هما ما عرفتش انا علاش كانوا ساكتين على هادشي. حنا دابا غير بدينا في شكايه، يعني لقينا شي حوايج اللي بنادم يحشم يقول هذاك الكلام، يعني كيتكلموا على استاذ. من بعد ما طرحنا ديك الشكايه ومن بعد ما درنا الحلقه تطرحوا بزاف ديال الاسئله من الراي العام او بالاحرى من الجهه اللي هي ضد دنيا باطمه، قالوا علاش زعما سلطانه هي كانت مشتكيه بدنيا باطمه، هي اللي كانت ضحيه، فاذا بها حاليا ولات تتعرض ما سموه هما بهجوم وما سموه بانك مخلص كما كنقولوا بالعربيه باللغه الشعبويه، واتهموا كذلك بانك ضمن عصابه حمزه مومبيبي هي اللي لاحتك لهذا الموضوع باش تحاول كما كيقولوا تغرق المصممه الازياء السلطانه. ما ردك على هذه الاقوال؟ هذا الشيء خطا، والناس يتكلموا، لان احنا اليوم عارفين بان احنا غادي نبقاو شكايات، احنا ان شاء الله راه ماشي هذه السلطانه ولا غيرها، احنا يعني اي ميل اللي لقيناه غادي ان شاء الله غادي نديروا به شكايه. دابا الناس غيقول لك حمزه مومبيبي ولا مولين، احنا عندنا التليفون ديالنا يراقبوه لنا ويراقبوا لنا الحساب اللي عندنا ويراقبوا لنا تجيبنا، ما عندناش مشكل. دونك استاذ انت تتاكد على انك ما عندكش علاقه بتاتا بالحساب ديال حمزه مومبيبي او لا بالفنانه القادره دنيا باطمه؟ انا ما كنعرف لا باطمه لا سلطانه، انا ما اللي قمت به هو شفت واحد الحويجات اللي ما عجبوش المغاربه، وتساءلنا احنا على هاد المصائب اللي وقع، وكاين شي حويجات احنا ماشي غنتبعوها هاد السيده، باقي عندنا الملفات، يعني احنا ماشي يعني الناس اللي ضدها ولا اللي معاها، ولا احنا اي ملف جمعنا عليه الادله غادي نقوموا بشكايه. اليوم قمنا بخمسه ديال الشكايات كما وعدناكم بان الشكايات راه ما يطلبوش بزاف. استاذ قبل ما ندوزوا لديك الشكايات استاذ، قالوا الناس علاش زعما الاستاذ المحترم اللي ما شاء الله وصلونا بزاف ديال الرسائل عليك بكل صراحه احترام وتقدير لك وامتنان لما تقوم به، تيقولوا بعض الناس علاش زعما هاد رئيس هيئه الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الانسان زعما ما يتناولش شي مواضيع اللي هي كتمس المجتمع المدني زعما من غير هاد المسائل هادي. ايوا ما كنتوش تعرفونا، حنا كاع عندنا مواضيع، عندنا وقفات احتجاجيه، عندنا بزاف ديال الحوايج، غير هو اللي كان متعارف عليه على المنظمه والهيئه، حنا ما كنديروش بزاف ديال الاشهار، يعني تنقوموا بواحد العمل وكنمشيو بحالنا. اليوم هاد الشكايه دارت ضجه، وشحال واحد دابا تيقول لك بان بغيتي تبان وبغيتي، علاش غتبان؟ شنو الهدف باش غنبان؟ علاش زعما شنو غيشهروني الناس؟ انا تنبيع شي سلعه،
ما عندي لا سلعه لا والو، انا معروف الحمد لله. ويجيو يسولوا كل انسان، شوف انا ما غاديش نقول لك شنو تندير وشنو كنخدم، يعني تنخدم خدمات سريه مع الناس وكيتقضى الغرض ديالهم وملفات، يعني ملفات كبيره ديال السلاليين ديال بزاف ديال الحوايج. قضايا اغتصاب ما شاء الله. راه انت سمعتي دابا انتيا، ولكن انت دابا هذه ما كنتيش عارفه، ياك تعاود لك الاستاذ. اذا كاين عندنا ملفات، اي عندنا ملفات، عندنا ملفات، ولكن اللي دابا الناس شحال واحد السيده كتهضر قالت لي حنا نشهروك، انت بعدا شكون اللي غتشهريني؟ يوتيوبر ذا. وبعض المرات تقول لك انت علاش تكلمتي على هذا الموضوع، انت شكون بعدا اللي غادي تحاسبيني انا على هذا الموضوع، انت بعدا اصلا شكون؟ يعني انت عندك موقع غير قانوني وكتكلمي مع واحد الهيئه اللي هي قانونيه، وحنا شوف حنا عندنا اجنده تنخدموا بها، عندنا ملفات، يعني حنا ملي كنشوفوا واحد الجهه ديال المهم غادي ضد البلاد فاحنا كندخلوا، هذه راه بلادنا، واش حنا لا دافعنا على بلادنا عيب؟ صح. دافعنا على المراه المغربيه عيب؟ دافعنا على خوتنا عيب؟ واخا استاذ بما انك ذكرتي لي هاد الناس هادو اللي هجموا عليك ديال اليوتيوب في نفس السياق، وما تيقولوا على انهم راه حتى هما تيناضلوا من اجل هذا الملف هذا ومن اجل محاربه ومكافحه الفساد وبزاف ديال المسائل، هذا كان رد عليهم على التعاليق ديالك. انا بغيت نسول هاد الناس هادو اللي قلتي دابا تيدافعوا، في كانوا في هاد الفيديوهات اللي كيمسوا العائله الملكيه؟ بغيت نعرف انا. عمر شي واحد تكلم على هذا، على هذا اللي مسوا بالعائله الملكيه؟ لا، حيت هاد الناس عاجبهم شي حويجات يهضروا عليهم. لا، ذاك الحاجات اللي ما هضرتوش عليها انتم احنا غنهضروا عليها، فيها شي عيب؟ احنا غندافعوا، يعني ها انت تمتلك الصفه القانونيه. اي دابا كاين المقدسات ديال البلاد تتمس، كاين كتمس، اذا خاصنا ندافعوا عليهم ولا لا؟ بلادنا. واخا استاذ بصراحه استاذ انت كما كتعرفني انا شويه كنبحث في هذه المواضيع هذو بزاف. لا لا مرحبا. سمعت باللي كاينه شي شكايه داخل فيها اسم من افراد الاسره الملكيه، ما تعليقك استاذ؟ لا فعلا كاينه، احنا خبر صحيح؟ لا لا كاينه، او ما عندنا ربما نوري منك بعدا من السليم، ولكن احنا ما نبغيش نديروا التشهير بالاسره العلويه. لا احنا نعطيو ما نتعمقوش، وانما نعطيو غير. لا كاين كاين دابا كاينين الناس اللي طاولوا، وتنوجه هذه الرساله للمسؤولين على بعض المرات، هاد المسؤولين ما كيشوفوش بان راه كاين واحد شي كلام اللي هو خطير تيتقال في المواقع التواصل الاجتماعي على 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 الاسره العلويه، يعني راه الناس راه ما بقاوش يعرفوا شنو هو الخط الاحمر وشنو هي العائله الملكيه وشنو هو الملك. يعني احنا ما غنبقاو ندافعوا دابا مثلا، راه غيبداو يسبونا، ماشي مشكل احنا ولفنا معاهم، راه يسبوا احنا كاع ما تنتفرجوا فيه. اللي بغيت نقول لك، احنا اليوم قمنا بعده شكايات ديال المساس بالمقدسات ديال البلاد، لان نشوف احنا من الاخر شكون غادي يدافع على هاد البلاد؟ شنو بغيتوا الامراء يجيو هما اللي يديروا الشكايات بهاد بيني وبينك الناس اللي خارجين على الطريق؟ صح. يعني راه حنا كمجتمع مدني وكمغاربه، حنا حسبوا ما تحسبوناش حنا كجمعيه حقوقيه، ولكن حنا كمغاربه مواطنين مغاربه من طنجة للقويره والجاليه وكل شيء، يعني حنا ملي كيتصلوا بنا الناس وكنتلقاو شكايات يعني كنديروا الاجراء، لان حنا لما جيناش نديروا هاد الشكايات غنتسموا بحال خائنين، بحال تنخونوا الوطن ديالنا. حنا اللي علينا حنا غنديروه، حنا شنو الدور ديالنا؟ واش حنا عندنا شي اسلحه؟ ما عندنا لا اسلحه لا والو، عندنا نديروا شكايات، حنا عندنا هذا الطابع هو اللي كاين، هما الطوابع هما اللي كاينين، حنا غادي نطبعوا وغادي نديروا شكايات وتبقى الجهات المعنيه بما فيهم المحكمه قبلوا تم قبول الشكايه اللي مطروحه احد افراد الاسره العلويه؟ لا ضروري يقبلوا، علاش ما يقبلوهاش؟ انسان انت كمواطن عندك الحق، الشكايه ماشي الا تقبلت زعما راك صافي راك فزتي سميتو، لا بالعكس كتفتح تحقيق، حنا دائما مع القضاء يفتح تحقيق، حنا سمعنا هذا الشيء، يعني عندنا دلائل، عندنا ما يوفيه بان هذه السيده هذه كتشهر بالاسره العلويه، ياك عندنا صيديات، عندنا بزاف ديال المسائل، يعني دليل، حنا ما يمكنش لينا نتحركوا بلا دليل، حنا ملي تكون عندنا دليل تنقوموا بشكايه وكيتفتح فيها تحقيق، ولكن الا ما دارش الحد لهاد الناس هادو اذا راه كيشجعوا
مازال واحد اخرين غيقولوا واحد الكلام اللي هو خطير. ما خلاو امير مولاي رشيد، ما خلاو محمد السادس نصر الله، ما خلاو لالا سلمى، ما خلاو حتى شي حد. هادو الناس غير كيطاولوا باش يطلعوا المشاهدات، ولكن ان شاء الله غادي يكون واحد استاذ نرجع شويه للمركز الوطني لحقوق الانسان. سمعت اليوم شي خبر ان عامل عماله عين السبع تقدم بواحد الشكايه تا هو ضد الاستاذ الماديمي، ما فادوا تشهير وادعاءات كاذبه. واش عندك شي معلومات حول هذه الشكايه؟ لا انا سمعت هذه القضيه بحال اللي سمعتوا نتوما، يعني كاين شي عامل دار به شكايه وقيل غيستمعوا ليه. عامل عين السبع دابا المشكل اللي وقع مازال غيكونوا شكايات، لان هذاك الوقت اللي كانت تتسمى تناضل، يعني خرجوا واحد المجموعه، يعني هو كان مول واحد المجموعه ديال اصحاب اليوتيوب وكذا، وتيتكلموا على الانسان تيردوا، واخا انت عندك الحق راه هذوك الناس يردوك انت بحال صغير. تمويلات يا استاذ؟ ضروري التمويلات، ماشي خدمه هذاك الشيء، ما يمكنش بلا تمويل، لان هذا التقرير اللي تباع راه ماشي تباع بواحد الثمن اللي هو بسيط. التقرير هذا راه هذا الشيء راه هو اللي خلق لنا المشاكل في البلاد. هذوك التقارير اللي كيعطيوهم هذه الجمعيات راه من تما كتصنف الدوله، وكيفاش في صندوق النقد الدولي، يعني كاين حويجات اللي كيدمرونا هذوك التقارير. راه ما ساهلينش دوك التقارير، راه الناس يعطيو عليها تيعطيو الفلوس باش يخرجوا دوك التقارير، يعني الامم المتحده، الصندوق الدولي، صندوق النقد الدولي، يعني راه كيدمر هادو. راه انا تنقول يعني في اعتقادي هذا هو الارهاب. يعني انت ملي كتمس الوطن ديالك، يعني كتساهم في واحد الدمار ديال البلاد، دمار ديال البلاد. هادو كيدمروا البلاد، وهادو خصهم يتحاسبوا. استاذ عندي واحد السؤال. الله اكبر. جددك الله يحفظك استاذ، ما راك عارف من المفروض عليا اننا نوجه لك الاسئله كما تطرح. يقال ان السيده اللي شهدت في السلطانه يوم الجلسه ديال المحاكمه انها صديقه ديال رئيس هيئه الضمير الوطني، ما تعليقك؟ ايوا انا هاد السميه والله ما عرفتها، ولكن الا كانوا بغا يقولوا بان الصديقه يجيبوها نشوفوها مسكينه. حنا ما تنعرفهاش والله، ما تنعرفها اقسم بالله. وانا نقول لهم واحد القضيه باش يفهموا خوتنا المغاربه، والله ما عندي شي علاقه. انا ماشي تنحلف باش يتيقوا، ولكن حيت واخا تحلف ما غيتيقوك، غيتيقوك الناس اللي تيعرفوك. ما شاء الله. انا والله ما عندي، والله ما عندي علاقه، والله ما عندي علاقه لا مع دنيا ولا مع شاكيره ولا مع. انا ملف كندافع عليه وقمت بشكايات، ومازال يعني ما غنخليو حتى شي واحد على خاطره ان شاء الله، يعني باش ما يبقاش يقول لك هذا راه مع هذا ولا. وراك الشكايه راك عرفتيني شكون اللي درت به الشكايه اليوم. يعني انا نهضروا بصراحه، بغيتي نقولها ما عنديش مشكل. لا تفضل. تفضل. انا درت شكايه بوكيل الملك، يعني كنتعدى على بعض الناس. السيد وكيل الملك قمت بشكايه ضده. عندي شكايه درتها به اليوم، وعندي ما يفيد. عندي ما يفيد. يعني انا يعني إلا كنت أنا ظليم، يعني كان واحد الملف ديال واحد الناس كانوا بغاو ينصبوا عليهم شي ناس، يعني أنا مشيت دخلت عند السيد وكيل الملك، يعني كانت واحد الجريمة غترتكب، كانوا شي سمسارة وكاين شي حوايج اللي كانت واحد الكارثة، يعني كانوا غيدمروا واحد العائلة، وواحد التصرف ما عجبنيش، فقمت بشكاية. درت شكاية للسيد رئيس النيابة العامة. أنا ما غنخاف لا من هذا ولا من هذا، يعني أنا محايد. مع الحق. أنا مع الحق، وهاد الناس هادو راه ماشي زعما عندي علاقة بهم ولا عائلة ولا لا لا لا، هادو ناس شتم ساكن غيتكرفصوا، وراه شوف كاينين ملفات، وأنت غتسول أنت دابا راك في نفس المدينة، سول علينا، راه حنا عندنا هذاك سميتو نيشان ما كاينش. الله يحفظك. أستاذ شكرا جزيلا على هذا الحوار البسيط. الله يبارك. هادو كانوا بعض الاسئله اللي طرحوهم عنا المشاهدين الكرام، واللي كيوجهوا لك تحيه كبيره. وان شاء الله كنتمنوا اننا يكون معك شي لقاء اخر. شكرا على هذا الوقت هذا اللي عطيتينا. وكلمه اخيره استاذ، بغيت تعطي الكلمه للناس اللي شكروا الشخص ديالك واللي عطاك كلمات اللي زعما جميله صراحه. تنشكرهم من هذا المنبر ديال صوت العداله والسي ياسين، يعني لك الفضل الكبير. وتنشكروا الناس اللي باغيين الحق،
انا ما يتضامنوش معايا. انا ما عندي موقع، ما دخل شي حزب، ما عندي حتى علاقه بهذاك الشيء اللي تيتهمونا به. بان عندي علاقه مع واحد السيده، انا راجل عندي ولادي. المهم داك الشيء، شوف يقولوا اللي بغاو يقولوا مادام انت كتعرف نفسك. يعني دابا انا غنجي نقول لك انت راك مثلا عندك شي بليه ولا عندك شي حاجه، ولكن انت راك عارف راسك شنو عندك. حنا ما تيهمناش هذاك الشيء، حنا كنشكروا الناس اللي كيتضامنوا مع هذا الملف، تيتضامنوا مع الحق. انا ما يتضامنوش معايا، يتضامنوا هي مع الحق. يعني هاد السيده اللي كتبيع الصور ديال المؤخره ديال المغاربه، واش هضرت في الصواب ولا هضرت في سميتو؟ يعني واش هاد الشيء معقول خص يكون؟ معقول استاذ، اكيد. واخا هاد الناس اللي كيمسوا، حنا تنهضر انا مع المواطنين المغاربه، انا تنهضر مع المغاربه اللي كيحبوا الوطن ويحبوا الملك. واش هاد السيده اللي كتمس بالكرامه ديال بعض الامراء بالظلم؟ هادشي لا يسمح به. احنا هادشي اللي كاين، الا غيتضامنوا معنا غيتضامنوا معنا في الحق. شكرا. وهذوك الناس اللي تيسبونا الله يزيدهم تا. شكرا لك. الى عندهم يسبونا. مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناه صوت العداله، صراحه كانوا عندنا بعض الاسئله اللي هي بسيطه واللي هي مهمه جدا، حاولنا نطرحوها مع السي عبد المجيد رئيس هيئه الضمير الوطني لحقوق الانسان. شكرا لك استاذ على الاستقبال ديالك للدعوه، شكرا للاجابه ديالك على الاسئله. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وكما عهدناكم دائما الراي المواطن.